اهلا بكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده من حلقاتي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صنف من اصناف الحلويات الشرقيه، وكمان بنعملها دايما في رمضان وغير رمضان. يلا بينا نشوف المقادير وطريقه التحضير. معانا كده بوله، وحطيت فيها كده كوبايه من السميد او دي البسبوسه او دي السيمولينا او المايزينا في بعض الدول. انا هعاير كده نص كيلو اللي معايا، نجي كوبايتين وربع كده. ودلوقتي هعير الدقيق، ودلوقتي معانا كده كوباية ونص من الدقيق. هو في طريقتين للصوابع زينب. طريقة دقيق السيمولينا بيبقى كتير عن الدقيق العادي، وطريقة تانية الدقيق العادي بيبقى اكتر من دقيق السيمولينا، بس انا بفضل دقيق السميد هو يبقى اكتر من الدقيق العادي، بيبقى طعمها حلو ومقرمشه. دلوقتي انا حطيت باكت من الخميره، احنا محتاجين 10 جرام من الخميره، فانا الباكت ده 11 فما جاتش على الجرام يعني. ومعانا كده فانيليا، وحطيت كده معلقه صغيره من بيكنج باودر، وكمان ذره كده من الملح او رشه من الملح، ومعايا تلت كوبايه من الزيت. وكمان معانا ميه دافيه. تمام، انا بلم العجين كله كده كله، بعد كده ابدا اعجن بالميه الدافيه. طبعا ميه دافيه علشان الخميره. وطبعا حطينا معلقه من السكر، انا تقريبا نسيت اقول لكم ان في معلقه كمان من السكر، ونص معلقه نص معلقه كبيره من البيكنج باودر او معلقه صغيره يعني. تمام، فانا بعجن دلوقتي. انا عجنتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما اخدتش الكوبايه كلها، على حسب الدقيق اللي معاكي بيشرب سوائل او لا. فانا دلوقتي اهو زي ما انتوا شايفين العجينه طريه وحلوه جدا. هسيبها بقى ترتاح دلوقتي، وبعد كده نبدا نصبعها. ودلوقتي العجينة ارتاحت، وبدأت اصبعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بكور، باخد حتة كده من العجينة واكورها، وبعد كده معايا كده المصفى اللي انتوا شايفينها دي، بيبقى فيها سلوك كده مضلعة. بشكل عليها العجينة زي ما انتوا شايفين عشان ناخد الشكل المعتاد لصوابع زينب. لو عندك بصمة عجين اللي هي بصمة الكحك الناعم برضو ممكن تعملي بيها. اهو بعمل بالشكل ده، هفضل بقى اعمل هكرر كده نفس الطريقة لحد ما اخلص العجينة كلها اللي معايا، وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. دلوقتي بعد بقى ما شكلت كل العجينة، حطيت كده زيت على النار وسبته لما يسخن، وحطيت فيه كده صوابع زينب، ووطيت النار علشان تستوي العجينة من جوه ما تطلعش نيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول ما تبقى ذهبي باللون ده بخرجها على شربات او سيرب يكون بارد، لان صوابع زينب بتبقى سخنة، فلازم يكون الشربات بارد. لو صوابع زينب بتبقى باردة تبقى العكس، يبقى الشربات يبقى سخن. تمام،
شايفين الصابع عامل ازاي مضلع اهو جميل. وبنكرر بقى لحد ما الصابع اللي معايا كلها تستوي، وبعد كده بنحطهم في الشربات البارد وبنقدمهم. ودلوقتي صوابع زينب بعد ما خلصتها وحطيتها في الشربات البارد قدمتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ما شاء الله. معلش التصوير في المقطع ده مش حلو لان الاضاءة عندي ضعيفة. بتطلعي الصوابع زينب باللون الذهبي اللي انتوا شفتوه معايا في المقطع اللي فات، وانا بطلعها من الزيت بتبقى لونها ذهبي وجميلة وشكلها لذيذ. وهقطع معاكم واحدة دلوقتي عشان تشوفوا تسويتها من جوه عاملة ازاي. شايفين لونها ذهبي وجميلة اهو ما شاء الله، ومن جوه برضو مستوية. معلش انا الاضاءة عندي مش حلوة فمشغلة لكم الفلاش فالضوء، هي بتبقى بالشكل ده ومستوية من جوه مقرمشة من بره وجميلة جدا. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.